بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. أنا أخوكم الدكتور محمد غزال من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. حنتكلم في الدرس الثالث اليوم عن خصائص الـ HTML Tags، وحنتكلم عن التاجز الأساسية في لغة الـ HTML، وإن شاء الله يكون هذا الدرس درس مهم لكم. طيب، الدروس اللي بدنا نحكي فيها اليوم حنحكي في الهيدلاينز، انه ايش انواعها وايش درجاتها. حنتكلم في الباراجراف ونركز شويه في الباراجراف. حنتكلم في موضوع الايمج وكيف ندخل الاتريبيوت على الايمج، وكذلك كيف يكون النصوص التشعبيه موجوده عندي في ارض الواقع. طيب يلا توكلنا على الله، نبدا توكلنا على الله. بنرجع بنتاكد هنا او بناكد على موضوع انه احنا هنا بنوضع الاوتلاين ضمن موضوع اللي هو الكومنتس التعليقات، يعني هذا الكود هو عباره عن كومنتس موجوده في داخل ال HTML او في داخل الاديتور تبع ال HTML. بنبدا الان الكود تبعنا، بنفتح التاج، بنفتح ال H، بنلاقي عندي HTML، بنعمل اوتو كومبليت، بضغط على زر التاب بيطلع عندي التركيبه الاساسيه لاي موقع الكتروني. بنيجي عند البادي، كل المحتوى تبعنا حيكون وين؟ حيكون في اطار البادي. اول شيء في موضوع الهيدلاينز يا جماعة، الهيدلاينز بنبدأ من H1، هو عنوان البونت العريض، يعني الأكبر نص ممكن يكون على الشاشة هو الهيدلاين الكبير جدا. فأنا ببدأ من خلال H1 هاي، وبدأنا هنا وبنعمل تاب حتى نعمل أوتو كومبليت. بنيجي بنقول هنا غزال هوم بيج، غزال هوم بيج. طيب لما أنا عملت في الخط العريض، إيش يفرق H1 عن باقي الدرجات؟ اليوم بتكلم عن موضوع حأنوه له، حنعيده في محاضرة سابقة ونسب فيه إسهابات كبيرة جدا. السيو Search Engine Optimization، هذا Search Engine Optimization تأكيدا على الأون بيج سيو، هذا نوع من أنواع الأون بيج سيو. كيف بدنا نحاول أن نكون محتوى الصفحة هو صديق لمحرك البحث؟ يعني من الآخر، كيف بدي أحط اعتبارات او كلمات مفتاحيه اساسيه تعبر عن مضمون هذه الصفحه، بحيث لو تم عمليه بحث على موضوع ما تكون هذه الصفحه من اوائل نتائج محركات البحث. هذا موضوع متقدم في التسويق الرقمي، وهذا ارتباطات الصفحات مع محركات البحث. قديش انا كنت فعلا مهتم اني اظهر محتوايا في محركات البحث، قديش انا كنت مهتم اني انا اعمل السيمانتيك. هنا بنتكلم عن مصطلح سيمانتيك تاجز، يعني التاجز التي لها مغزى ومعنى خارج اطار النصوص التشكيليه، خارج اطار المخرجات على الشاشه والنافذه اللي امامي. H1 واحده منها، H1 واحده منها. اليوم يجب ان انا اضع H1 كأعلى درجة من درجات الكيوردز، يعني افضل كيورد انا بدي ابرزها بدي احطها ضمن ال H1. هذه ميزة ال H1 عن باقي ال H2. لو اجينا قلنا H2 اقل درجة، ال H2 اقل درجة، وبنعمل اوتو كومبليت، بنقول هنا كورسز او ستودنتس، طلاب، دكتور غزال. الان ممكن نيجي احنا في ال H3 نحط مثلا، الان نيجي نقول ستودنت اللي هو ايش؟ باتشلر، هاي H3، هاي بنتكلم هاي باتشلر ستودنت الطلاب البكالوريوس. وبنيجي ممكن نقول H4 برضو حتى نشوف كيف الدرجات. بنيجي نقول هنا نبدا نحط مين؟ هاي الطالب، هاي مثلا يوسف، نتكلم عن الطالب يوسف، يوسف شاهين. طيب هذا الطالب صار عندي انا في عندي تدرج، صار عندي H1، وممكن نحط H6، حطوا H6 حتى بس للعبره او لنتعرف ايش ال H6. هاي H6 بنتكلم هنا، بنتكلم ممكن XYZ، بس بدناش نحكي كثير حتى ما نقللش من قدر مين اي حدا. طيب هاي كنترول اس، بنعمل كنترول اس ويعني سيف. وين انا المجلد تبعي موجود؟ المجلد تبعي موجود على سطح المكتب. هي انا وين مخزن ملفي؟ مخزن على ديسكتوب الليرن HTML. بروح على مجلد الليرن HTML، هاي الليرن HTML. في داخل المجلد في عندي اللي هو ليسون 3 بيزك HTML Elements. في الاوبرا بفتح من خلال الاوبرا، بنيجي بنطلع على ال H1 لل H6، ايش اللي ظهر عندي؟ ايوان، شوفوا وين ال H1؟ هاي الهيدلاين الكبير، وهذا زي ما تفضلنا وقلنا الكلمة المفتاحية الأساسية المعبرة عن هذه الصفحة يجب أن يكون H1. هذا قول واحد، ولازم إحنا نعتبر الكلام هذا في كل الصفحات حنروح لإلها. اثنين، نيجي H2 صغرت وضعفت قوتها.
صغرت وضعفت قوتها، صغرت وضعفت قوتها لحد ما وصلنا للاتش 6 اللي ايش اصغر شيء، ولكن برضه في عندي هيد لاين برضه في بولد، يعني كلها ماخذه البولد ولكن بالحجم بيصغر، والمغزى بيقل، والمغزى او القوه التعبيريه بتقل، هي الاتش 1 رقم واحد في هذا الموضوع. بنرجع بنكمل درسنا الان، حكينا في موضوع الهيد لاينز، بنيجي على موضوع الباراجراف. مش حنختلف كثير على الباراجراف عن الكلام اللي اخذناه في السابق، ولكن ممكن نيجي احنا هنا في بعد ما نحكي عن غزال هوم بيج بنقول هالو وورد مثلا، هاي بي باراجراف هالو وورد اهلا بالعالم، سوري وورد ذيس از ويب سايت اوف دكتور غزال. طيب بنيجي احنا بعد هيك نتكلم على موضوع الايمج، نيجي على الايمج. طيب تعال نتكلم في موضوع الايمج، ولكن كيف نحكي في موضوع الايمج؟ بدنا نحكي بطريقه مختلفه. اليوم انا لما باجي عندي ستودنت اوف دكتور غزال، قبلها بده يكون عندي مثلا صوره لغزال، ممكن انا بدي اقول صوره الان لغزال، او صوره اجيبها مثلا كشعار للصفحه. بنيجي هنا قبل غزال بنتكلم عن صوره للشعار، كيف بدي احط صوره للشعار؟ اليوم انا في عندي ايمج تاج اي ام جي، هذه الايمج عباره عن ايمج تاج، لو بدي اعمل اوتو كومبليت بضغط بزر التاب، هاي التاب جت معها باي ديفولت يا جماعه الاتريبيوت، وهنا حنتكلم في الاتريبيوت. بعض التاجز ما بيصير انها تكون بدون اتريبيوت، مثل تو تاجز ايمج والانكور تاج الاي تاج. الايمج يجب ان احدد المصدر وين مكان الصوره. الان مصدر الصوره وين؟ بدنا نشوف مصدر الصوره وين. اليوم لما اجينا رتبنا ملفاتنا، وين رتبنا ملفاتنا؟ في اطار المجلد، هاي المجلد اللي انا اشتغلت على اساسه، هون المجلد اللي اشتغلنا على اساسه، هايو. ايش في داخل الصور هنا؟ اي 1، في داخل الصور اسمها بروجرامر دوت جي بي جي. باخذ الصوره بامتدادها، هاي حتى لا اخطئ في التسميه، هاي كنترول كوبي. وين انا موجود؟ هنا موجود، اصبح بدي اسمي السورس موجود في نفس المستوى، في نفس المجلد. ايش بسوي؟ باجي بقول السورس تبعي عباره عن بروجرامر، هاي كنترول في دوت جي بي جي، انا بتكلم قاعد على امتداد الملف نفسه. ايش حيظهر عندي؟ اصبح حيظهر اول شيء الصوره، من ثم حيظهر اتش 1 والباراجراف والاتش 2 وما الى ذلك. تعال نعمل سيف ونروح نشوف ايش اللي صار عندي في الموضوع هذا. بنيجي نعمل كنترول عفوا انتر حتى نعمل ريفرش. ايوان ايش صار عندي؟ ظهرت عندي الصوره، هاي هي موجود امامنا، وبعدها ظهر عندي الهيد 1 الاتش 1 وظهر عندي الباراجراف وما الى ذلك. ايوان طب الصوره كبيره يا جماعه، كيف نتحكم في هذه الصوره؟ بتحكم في الصوره برضو. الان اجينا على موضوع الاتريبيوتس، في داخل الايمج في عندي تو اتريبيوتس برضو مهمات، الويدث اللي بتكلم من خلاله حتى احدد العرض تاع الصوره، بقول والله 150. طيب والهايت اللي هو الارتفاع تاع الصوره بحدد من خلاله 200 بكسل، حتى نحدد هنا البكسل نوع اللي هو المقياس اللي حنختاره حياخذ 150 بكسل عرض و200 بكسل طول. اعمل سيف، تعال نشوف هل تحكم او قدرنا نتحكم في العرض والارتفاع تاع الصوره. قدرنا نتحكم في عرض وارتفاع الصوره. ايوان طب لو اجينا جبنا صوره جنبها وجنبها وجنبها، الان حييجوا الصور بجوار بعضهم البعض، حنتكلم في الكلام هذا وحنحكي في موضوع البلوك تاج والان لاين تاج في محاضره قادمه، انه وقتيش التاجز بتيجي جنب بعضها وقتيش التاجز بتيجي تحت بعضها، هذه النقطه مهمه حنتكلم فيها في درس قادم باذن الله. طيب نرجع الان بنتكلم عن موضوع الاتريبيوت، اخر اتريبيوت ومهم في الايمج اللي هو الالترناتيف تكست اي ال تي. الاي ال تي بده ياخذ عباره عن المغزى او المعنى المعبر عن موضوع هذه الصوره، والنقطه هذه مهمه يا جماعه في السيمانتيك، مهمه وين؟ مهمه لمحركات البحث. محرك البحث ما بيقدر يقرا الصوره، ولكن محرك البحث بيقرا النص المعبر عن الصوره وهو الالترناتيف تكست. باجي بقول بروجرامر او ويب بروجرامر، ويب بروجرامر. هنا في نقطه صغيره بدي احكيها، بدي اجي اعمل ايرور او خطا في اسم الملف هذا، بحيث انه اشوف وين ظهرت عندي الويب بروجرامر. هي مش احنا مش في الطبيعي مش حنشوفها، ولكن لو احنا عملنا خطا في المسمى بحيث انه ما تقدرش تظهر الصوره، تعال نشوف ايش اللي صار عندي. هاي نعمل ريفرش وين ظهرت عندي الالت. ايوه لاحظوا وين ظهرت الالت، ظهرت بجوار الصوره، يعني وكانها خلف الصوره،
لو الصورة ظاهرة عندي مش حنشوف الألت، مين حيشوفها؟ محرك البحث. حتى انه مين حيشوفها في موضوع الاكسسبيليتي، حنحكي فيها في الجانب النظري، انه كيف موقعنا يكون صديق اللي هو الناس الديسابيليتي، الناس الكفيفين اللي ما عندهمش قدره يقراوا النصوص او يقراوا الشاشات. في عندك اللي هو سكان ريدر، التطبيقات اللي بتقرا الشاشه، لما تيجي عند صوره معينه حتجد انه في الترناتيف تكست، حتقرا الالترناتيف تكست اللي موجود ضمن مين؟ الالت تاج. نرجع الان بس نعمل هنا، هاي هذه موجوده، هو سيف، بنيجي هنا بنتكلم انتر، اصبح وين النص؟ مش موجود، النص مش ظاهر، وانا ما قمت به حتى نتعرف انه النص هو عباره عن شيء مخفي وهو موجود حتى يتعامل مع قارئ الشاشه ويتعامل مع محرك البحث اكثر ما انه يتعامل معنا كاند يوزرز. طيب بنرجع بنكمل اخر شيء، موضوع الهايبر تكست، خلصنا هذا. طيب الهايبر تكست بنيجي عند هنا الباشلور مثلا هنا، او نقول ستودنت اوف غزال، بنيجي بنقول انكر. الان هنا بدي افتح ايش؟ اي، بعمل اوتو كومبليت، بتيجي لحالها انه في عندي اتريبيوت، هاي بنحكي عن الاتريبيوت، راح تلاحظوا هنا ايش عندي؟ اتريبيوت اتش ريفرنس، هايبر ريفرنس، اختصار لكلمه الهايبر ريفرنس. وين حيروح هذا النص؟ طب وين هو النص اصلا؟ النص بده يكون بين الانكر اوبن تاج والانكر كلوز تاج، هنا حيكون النص هنا في المكان هذا. طيب اليوم لما انا بده يكون النص عندي في المكان هذا، وين بدي اروح؟ بدي اروح على مثلا دكتور غزال، مثلا موقع اسمه دكتور غزال، له في موقع مثلا في الموضوع، او في موقع بيودينا للستودنتس اوف دكتور غزال، في لهم موقع الكلام هذا. وين بدنا نروح الكلام؟ بدي اقول الموقع هذا عباره عن موقع موجود WHTTPS، هاي هنا www. سموه مثلا xyz، بدناش هذاك .com، مش مشكله، هو ما فيش موقع مش موجود، ولكن انه احنا كيف انتقلنا من النص العادي وصار هذا نص تشعبي، بنقدر ننتقل فيه من مكان الى مكان، من المكان انا فيه الى مكان اخر حسب الريفرنس او حسب المرجع الموجود وين؟ في الاتش ريفرنس. تعال نعمل سيف ونروح نشوف ايش اللي صار عندي هنا. بنيجي بنطلع انه هاي ستودنت اوف دكتور غزال، هاي لو جينا لاحظنا في المكان هذا حنلاقي الدايمنشن، او عفوا اللي هو الديستنيشن اللي حنصل له لو ضغطنا على الزر، لو جينا ضغطنا على الزر حنصل لمين؟ على الموقع اللي هو مش حيفتح معانا لانه فيش اسمه موقع اكس واي زد، مش موجود. هاي احنا بنتكلم على شيء مش موجود وفتح معايا موقع حتى اعمل ريجستريشن لهذا الموقع. هيك احنا بنكون تقريبا حكينا باسهاب وان كان قليل قليل في موضوعات الايمج والهيد لاينز، وبنتكلم عن الباراجراف والانكور تاج اللي هو موضوع الهايبر تكست. بنتمنى نكون فعلا افدنا في هذا الدرس، بنتمنى نكون حطينا خطوه للامام بحيث نكون عمليين الان اكثر، نطبق اكثر، قربنا اكثر لموضوع الاشياء اللي نتخيلها، كيف نحن نعبر عن مضمون الشاشه، كيف نعبر عن المكونات بتاعت الويب. هذا الكلام حيكون هو البدايه اللي بتحفزنا لنكون اكثر جديه لانتظار الدروس القادمه. انتظرونا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.